انا دايما بحب الفقره الخدميه او فقره النصايح اللي دايما بنوجهها احنا كبرنامج للساده المشاهدين. طول الوقت بنحاول نعمل عمليه توعيه شامله للناس بشكل عام في مجالات مختلفه، منها ان احنا بنسلط الضوء على اماكن دايما بتكون مخفيه عن الناس او الناس مش شايفاها. ثانيا ده دور رئيسي من دور الاعلام اللي هو دور توعيه الجمهور بالمشاكل وبالنصائح المختلفه. النهارده هنتكلم عن الترشيد في استهلاك الطاقه بشكل عام. هذا التوجه بقى توجه عالمي، خصوصا بالنسبه للوقود العادي زي البنزين اللي بنستخدمه في العربيات، وزياده استهلاكه بتتسبب في مشاكل ماديه للشخص وايضا للمجتمع والاقتصاد بشكل كامل. طبعا كل المشاكل الموجوده في العالم دلوقتي، ازمه المناخ اللي بنعيشها، التغيرات اللي عماله بتحصل كل شويه، يعني لما نفكر حتى فيها كده بعيدا عن الدراسات المعقده اللي بتصدرها الهيئات المختصه في العالم عن موضوع تغير المناخ وكده، احنا دلوقتي بقينا بنوصل لنوفمبر ولسه الجو مش برد. انا بفتكر من سنين كنا في اول اكتوبر بنبدا خلاص هنشتي، او يعني قربنا نشتي كل حاجه. الصيف اللي بقى بيطول، درجه الحراره في الصيف اللي بقت عاليه جدا دلوقتي، العالم كله دلوقتي فيه تغيرات مناخيه، وبالتالي علينا المواءمه وعلينا التكيف مع هذه التغيرات بان احنا برضو نتعلم اللي في ايدينا احنا نقدر نعمله. من ضمنها من الحاجات المهمه جدا هي ازاي نقدر نستهلك الوقود بشكل فيه ترشيد، ما بقاش فيه اسراف. تعالوا نشوف مع بعض النصائح الهامه جدا عن ترشيد الطاقه في هذا العرض. بحسب البنك الدولي من 20 فقط بالمئة او 20% فقط من استخدام الطاقه بشكل عام، طاقه البنزين وخلافه، بتكون في السيارات او اللي هي بتخرج طبعا عوادم السيارات وبتاثر علينا، لكن 80% بتستخدم لاسباب صناعيه ولمحطات توليد الطاقه. زي ما منا قالت قبل هذا العرض، دايما او الاتجاه حاليا في العالم بيذهب نحو الطاقه النظيفه والطاقه الخضراء. مصر مش بعيده عن هذا الموضوع، بنشوف صحيح. الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، طاقه المياه وغيرها من انواع الطاقات. مصر في 2022 هتستضيف ايضا قمه المناخ، بقى في توجه عالمي وتوجه مصري لدى القياده السياسيه انها تتجه نحو الطاقه الخضراء والطاقه النظيفه. في اجنده عالميه بتبقى صحيح. موجوده في هذه مثل هذه المؤتمرات، وكل دوله بتكتب مجموعه البنود والافكار اللي هي هتشتغل عليها ومشروعات اللي هتشتغل عليها، وبيبقى في مراجعه دوريه لما تم الاتفاق عليه من خلال هذه المؤتمرات. وفعلا زي ما همام قال، مصر دوله فاعله جدا وموجوده صحيح. بقوه في هذه المؤتمرات اللي ليها علاقه مصر بالطاقه صحيح. عموما مثلت القاره الافريقيه فيما يتعلق بقمه المناخ اللي كانت في فرنسا في 2015.